أحب الله الكويت بموقع جغرافي مميز يطل على ساحل الخليج العربي، وحباها بخير الذهب الأسود النفط، لينعم الله على أهلها بالعيش الرغد والانفتاح على العالم. ارتبط اقتصاد دولة الكويت ارتباطاً وثيقاً بالنفط كسلعة تجارية عالمية يصدر للدول المصنعة والمستهلكة ليعود بالمردود المادي من العملة الصعبة. يعتبر النفط العمود الفقري لاقتصاد دولة الكويت الذي أرسى قواعد النهضة الشاملة من نمو وتطور في المجالات الاقتصادية والتعليمية والصحية والاجتماعية والسياسية، لترتدي دولة الكويت ثوب التطور والازدهار تحت ظل سياسة حكيمة بقيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح. لقد سارت دولة الكويت وفق خطط مدروسة للنهوض بالاقتصاد الوطني لأعلى المستويات، فقد حرصت على تأسيس أهم ركائز الأسواق المالية من سوق الكويت للأوراق المالية البورصة والبنوك والمصارف لتدير عجلة الاقتصاد على أسس تضمن حقوق الشركات والأفراد على حد سواء لتنال ثقة الجميع، وهذا ما شجع المستثمرين من المساهمة بدفع عجلة الاقتصاد في السوق المحلية. وقد تم إنشاء المجمعات والأسواق التجارية الحديثة التي تواكب التطور الجاري في عالم التجارة والتسوق. لقد لعبت الاستثمارات الخارجية دوراً فعالاً في مساندة الاقتصاد المحلي خارج حدود دولة الكويت لتكون نافذة الكويت على العالم. إن ازدهار ونمو الاقتصاد كان له الأثر الإيجابي الواضح بشكل مباشر على المجالات الحيوية كافة ومنها التعليم، فقد نال القطاع التعليمي الاهتمام الأكبر حيث أنشئت المدارس والمعاهد والكليات والجامعات المتخصصة في جميع المجالات والتي جهزت بأحدث الأجهزة التقنية كل حسب تخصصه. ولم يكن اهتمام دولة الكويت بالمباني فقط، بل دأبت على صقل الإنسان الكويتي لينال أعلى قدر من العلم وليساهم في دفع عجلة التطور. كما نال القطاع الصحي جل اهتمام حكومة دولة الكويت لما لصحة الإنسان من أهمية كبرى، حيث تم إنشاء المستوصفات والمستشفيات والمختبرات والعيادات التخصصية التي جهزت بأحدث الأجهزة الطبية المتطورة والكوادر الفنية والطبية المتخصصة. أما المجال الاجتماعي فقد أولت له الدولة الاهتمام الكافي ليواكب مسيرة النهضة الشاملة في البلاد، فقد أنشئت النوادي والمراكز الرياضية الحديثة وصالات الأفراح والفنادق الراقية والحدائق العامة ومراكز التسلية والسواحل الجميلة. إنما وصلت إليه دولة الكويت اليوم من تطور ونهضة شاملة يعود فضله الأكبر للسلعة الأكثر رواجاً في العالم، ألا وهي النفط. إن اكتشاف واستخراج النفط ليس بالعمل البسيط كما يعتقد البعض، بل إنه عمل شاق وجاد، فهناك عدة طرق وخطوات يجب اتباعها بشكل دقيق وتقني للحصول على نتائج مرضية، ومنها الدراسات الجيولوجية لطبقات الأرض، حيث وجود النفط بين الصخور الصماء في محابس طبيعية لا ينفذ من خلالها النفط فيحتبس داخل التكوين الصخري وبين حبيبات
الرمل والجير. إن طرق البحث عن النفط متعددة عبر التاريخ، فقد بدأت بالدراسات الجوية عن طريق التصوير لسهولة الوصول للمناطق صعبة الوصول إليها وسرعة المسح للأراضي، فهم يبحثون عن الملامح الجيولوجية على سطح الأرض. ولكن جميع اكتشافات النفط لم تعد بالفائدة الكافية، حتى توصل العلماء لطريقة المسح الزلزالي للحصول على معظم المعلومات المتعلقة بالتركيب الجيولوجي لطبقات الأرض. إن الاستخدام التكنولوجيا الحديثة في المسح الزلزالي فوائد كثيرة، منها تحديد المكامن النفطية والكميات المتوفرة من النفط في باطن الأرض، حيث اعتمد الخبراء على عملية المسح الزلزالي من خلال استخدام المعدات الإلكترونية والسيارات المجهزة بأحدث معدات المسح الزلزالي، وذلك بإرسال موجات اهتزازية عن طريق حفر التفجير لتصل إلى أعماق باطن الأرض، وعند اصطدامها بالصخور ذات الكثافة العالية ترتد منعكسة إلى سطح الأرض لتلتقطها سماعات إلكترونية مزروعة على طول خط المسح الزلزالي للحصول على المقطع الزلزالي الذي يرسل إلكترونياً لعربة التسجيل الإلكتروني. وهذه المعلومات يتم ترجمتها عن طريق الكمبيوتر لنحصل على مخططات ورسومات توضح الطبيعة الجيولوجية لباطن الأرض ونوع المكمن وعمقه وكمية النفط بشكل أكثر دقة، ومن ثم ترسل هذه المعلومات للمهندسين الجيولوجيين لتبدأ عملية البحث والدراسة لهذه الخرائط. ولا يقتصر المسح الزلزالي على اليابسة فقط، بل شمل البحار والمحيطات، حيث يقوم المهندسون بعملية المسح الزلزالي البحري بطريقة إنزال معدات التفجير لأعماق البحر الموصلة بأجهزة الرصد التي تقوم بدورها بإرسال الموجات الناتجة عن الانفجار لأجهزة الرصد على ظهر القارب، ليقوم المتخصصون باستقبال هذه المعلومات وإرسالها إلى المعمل والمختبرات لدراستها. أما الخطوة التالية في عملية استخراج النفط بعد اكتشاف مكامنه هي عملية الحفر. وقد يعتقد البعض بأن عملية الحفر عملية سهلة في ظل وجود وتوفر التكنولوجيا الحديثة في عالمنا اليوم، ولكن القائمون على عملية الحفر يؤكدون بأن عملية الحفر عملية شاقة وتحتاج إلى الكثير من الجهد والوقت والمال، لأن الحفر في أعماق الأرض لمسافات قد تصل في بعض الأوقات إلى أكثر من 25,000 قدم ليس بالأمر السهل. إن عملية بدء الحفر تحتاج إلى معدات وأنابيب تثبت في وسط برج عملاق يسمى برج الحفر، وهذا البرج مجهز بآلات الطاقة وأجهزة تساعد على الحفر مثل الرفع والتحريك الرحوي أي الدوران، وأخيراً ضخ الطين في الأعماق إلى باطن الأرض لتسهيل عملية الحفر.
إن عملية الحفر تتم بشكل مخروطي كلما اتجهنا إلى أعماق الأرض، وإن استخدام السوائل والطين المخصص للحفر يقوم بعملية التبريد على الأنابيب ومعدات الحفر في باطن الأرض، واستخدام هذه السوائل يساعد على خروج الصخور والرمال والمواد الناتجة عن عملية الحفر ليتم تجميعها في أحواض مخصصة تؤخذ منها عينات لعمل الدراسات اللازمة، وذلك للتعرف على أنواع الصخور وطبيعة العمق وتحديد المسافة المتبقية للوصول إلى المكمن النفطي. إن عملية الانتهاء من تركيب رأس البئر تعتبر بداية لعملية إنتاج النفط، حيث يرسل النفط الخام إلى مراكز تجميع النفط لتتم عملية فصل الغاز والماء عن النفط الخام عبر معدات الفصل، حيث يرسل الغاز لمحطة تعزيز الغاز ليدخل في مراحل التنقية والمعالجة. أما الماء المستخلص من عملية الفصل فإنه يستخدم في عمليات تبريد المعدات، ويعاد الجزء الأكبر منه إلى باطن الأرض في عملية تسمى بالحقن. إن النفط الخام المتبقي من عملية الفصل فيبقى في مركز التجميع النفطي، وذلك لتنقيته من الشوائب، وليمرر بعد ذلك إلى الخزانات الموجودة في الموقع، وليرسل بعد ذلك لحضائر التخزين الجنوبية والشمالية من مدينة الأحمدي، والتي تقع على ارتفاع يقدر بحوالي 400 قدم عن سطح البحر، مما يتيح للنفط التدفق إلى مرافق التصدير عن طريق الجاذبية الأرضية دون الحاجة إلى معدات الضخ. إن عملية التحكم في هذه الخزانات يتم عن طريق غرفة التحكم المركزية المجهزة بأحدث الأجهزة الكمبيوترية ومعدات التحكم والاتصال، حيث تفتح وتغلق أنابيب التصدير وفق جداول التصدير المعدة. إن سعة صهاريج التخزين تصل لكل منها إلى 600 ألف برميل، لتبلغ الطاقة التخزينية الإجمالية 16,346,993 برميل من النفط. إن هذه الصهاريج موصلة برصيفي التصدير الشمالي والجنوبي، حيث تتصل حظائر التخزين الشمالية بالرصيف الشمالي وحظائر التخزين الجنوبية بالرصيف الجنوبي عبر أنابيب قطر كل منها 38 إلى 40 بوصة. نذكر هنا أن المرسى الرحوي ذو المربط المفرد، والذي يبعد عن الساحل بحوالي 20 كيلومتر، قد خصص لتعبئة البواخر العملاقة في وسط البحر، حيث زودت بمضخات الدفع والتي تعمل بسعة 13,500 طن في الساعة. إن عملية تعبئة ناقلات النفط تتم وفق جدول وبرنامج معد مسبقاً، تحدد به كمية ونوع النفط حسب حجم الناقلة وسعتها. وعند وصول الناقلة في موعدها المحدد يتم توجيهها لموقعها على الرصيف لتبدأ عملية التعبئة، ومن ثم يسمح لها بمغادرة الميناء لجهتها المقصودة. ولابد لنا هنا أن نعرف بأن عملية استكشاف واستخراج وتصدير النفط هي عملية متصلة ببعضها البعض كالسلسلة لا تستطيع فصل حلقاتها، فلو لم يتم استخراج النفط لما استطاعت هذه البواخر بشحنه وتوصيله إلى المستهلك في جميع أنحاء العالم.